بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة إخواننا معانا مع درس جديد من دورة فيجوال بيزك 2012 تحت رعاية موقع وقف الدار دوت كوم. هنكمل الكلام في مشروع ده اللي هو إدارة المخازن، اللي هو بنربط من خلال فيجوال بيزك 2012 مع المايكروسوفت أكسس زي ما أخدنا في الدروس اللي فاتت. تعالى بينا نفتح مجرد المشروع عشان نفتح الداتابيز بتاعتنا برضو. تعالى بينا نفتح مجلد أهو، ده الباسورد بتاعنا تمام، ودي داتابيز. جميل، بسم الله. اخدنا الدرس اللي فات عمل اللي هي الفورم الشركه، المين كاتيجوريز، المين كاتيجوريز تمام. طيب هناخد الدرس ده النهارده ان شاء الله السب كاتيجوري. السب كاتيجوري اي التصنيف الفرعي. طيب تعال نشوف هنا السب كاتيجوريز، هو ده كده ببساطه. السب كاتيجوريز نيم ولها نوتس ملاحظات، وهنا المين كاتيجوري لو انت محتاج هي تبع تصنيف ايه تمام، دي نقطه. والنقطه الثانيه المفروض احنا نزودها طبعا تعالى في الديزاين، اللي هي تظهر ولا لا، تظهر ولا لا. طبعا هنا اقول له نمبر ويبقى نوعه بايت. جميل، ده كده ببساطة الجدول الخاص بالسب كاتيجوريز. تعالى نشتغل فيه بسرعة اهو. طبعا احنا ممكن نعمل فورم وناخد تصميم المين كاتيجوري، لان التصنيف يعني مفيش ايه اللي هيزيد فقط تمام وجود التصنيف الفرعي بس، صح كده؟ طيب تعالى بينا نعمل فورم جديدة، add new form windows 4، هسميها فورم، المفروض اصلا اف مش مشكلة، اف تبقى كابيتال، فورم sub category بالشكل ده كده، هديها الحجم ده، هتبقى اكبر شوية حتى في العرض. ناخد الاعدادات بتاعتها، هيبقى الفونت 11 وليكن، على حسب بقى انت برضو. هنا نخليه 3D تمام، right to left yes، وهنا ببساطة هسميها تصنيفات الفرعية بالشكل ده كده تمام. ونيجي هنا ببساطة الستارت اب بوزيشن سنتر سكرين عشان في وسط الشاشة، أو ممكن نقول له سنتر بيرنت، وهنا ماشي نخلي نورمال ماشي مش مشكلة. وهنا أقول له ألغي زرارين دول اللي هو إيه الزر ده الزرارين دول، خلاص زي ما أخدنا قبل كده. بعد ما أغير أحدد بقى الحجم مرة تانية، لأنه اتغير لما عملت الإيه غيرت حجم الخط بالشكل ده تمام. عايز تعمل أيقونة زي ما أخدنا قبل كده، هنعمل إيه أيقونة بالشكل ده وليكن الشكل ده، خلاص جميل. طبعا تصنيفات الفرعية ممكن اروح هنا اجيب كل دول كوبي، طبعا بيجوا بنفس اسمائهم لكن ما بيجوش بنفس الاكواد، بيجوا بنفس الاسماء لكن مش بنفس الاكواد. اخدهم كوبي احطهم هنا بيست من الاخر اهو كده، ابدا اوسع بقى عشان ايه هي في مكان هيزيد للتصنيف الرئيسي بالشكل ده كده اهو، ده مكان هيزيد او نخليه فوق كده اهو. جميل، ده كده ببساطة اهو البحث، خلاص. تعالى هنا نعدل الاسم ونضيف عمود جديد، هنا المسلسل اسم التصنيف الفرعي وليس الرئيسي بقى، هنا كده الفرعي. هنضيف عمود جديد add تصنيف رئيسي، جميل بالشكل ده كده.
كلوز، لاحظ هو عشان انا ضغطت على ده قلت له اد، فبيجي تحته، حتى لو هو جالك تحت في الاخر هتطلعه فوق عن طريق السهم ده كده ببساطه، هيبقى ده 0 1 2 3، ده الاي ديات بتاعته. جميل، وده كده كده الاي دي مخفي، ده يظهر. ده نديله حجم وليكن 100، خليه مثلا 120 او 150 مش مشكله، يلا تمام 150 بالشكل ده كده اهو خلاص. يبقى ده اسم التصنيف الفرعي، وهنا التصنيف الرئيسي بتاعه. جميل، هنا اسماء التصنيفات، هنا جديد وتعديل وحذف، هنا الاسم اسم التصنيف. طيب بس في حاجه جديده بقى، ايه هي؟ طبعا انت ممكن تجيب جديد كده وتعديل كده عشان المساحه، تمام، وحذف ممكن في الوسط كده الاسم. وهنا هيكون كومبو بوكس، ده الزياده بقى في التول، هنا هيكون كومبو بوكس بالشكل ده كده، هيكون خاص بالتصنيف الايه الفرعي، اسف الرئيسي اهو بالشكل ده كده. هنا الشاشة اتلخبطت شوية، مش مشكلة نعدلها تاني، تمام بالشكل ده كده. جميل، هنيجي هنا ببساطة هنسمي دي في البروبرتيز، الليبل ده هيكون تصنيف رئيسي اللي هو المين كاتيجوري، تمام. ممكن اسمي ده، وهو اصلا هو كده كومبو بوكس واحد، فخلاص ما عنديش غيره، ممكن اسيبه بنفس الاسم او اسميه كومبو بوكس مثلا مين كاتيجوري، تمام. بس خلاص ده كده بفضل الله، كده ده كده بفضل الله انتهينا من التصميم. تعالى بقى للاكواد بقى، وهي دي الاكواد هي دايما اللي بتغيب فيها شويه الى حد ما. طيب بسم الله، واحدة واحدة، نفس اللي احنا عملناه هناك هنعمله هنا، نفس اللي احنا عملناه هناك هنعمله هنا. أول حاجة خلي بالك، الدرس ده هو أول درس في المشروع بتاعنا، نعمل الدمج بين الإيه؟ بين الجداول، صح كده؟ تمام، تعال بينا ببساطة هنعمل هنا ده اللي هنقول له فيو كود أهو. تعال هنا لو سمحت قسم لي الدوال أهو، بابليك او مش ببلغ خلاص، مره واحده سب لود مين كاتيجوري، ده مهمته يعمل تحميل للمين كاتيجوريز بس، تمام. طيب ادي كده سب، خلاص هنرجع له دلوقتي، عندي سب اخر تمام لود سب كاتيجوري، تمام خلاص ده برضه واحد تاني. هنا عندي دالة تانية سب لود سب كاتيجوري فروم سيرش، من البحث. طيب في نقطة بقى، طيب ما هو ده هو ده الفرق، اللي دي بتيجي من نتيجة البحث لكن دي، لكن هما الاتنين هيعملوا نفس الحدث. طب ما تيجي نطور الأمر شوية ونخلي هنا، ونخلي هنا ده بياخد داتا تيبل دي تي از نوعه داتا تيبل بس، خلاص يبقى ده يملى السب كاتيجوري، يملى الايه السب كاتيجوري، يبقى مش لود بقى، سميها فيل سب كاتيجوري. جميل جميل، تعال بينا الاول نعمل لود للسب كاتيجوري، ايه هي؟ ببساطه تراي هنا مسج بوكس دوت شو اي اكس دوت مسج خطا بس، خلاص دي الايه التراي. جميل، هاجي هنا ببساطه في اللود مين كاتيجوري، انا دلوقتي بختار ايه، هاجي هنا في الكومبو بوكس هعمل لودنج تمام للايه للتصنيفات الرئيسيه، صح صح بسم الله ببساطة. تعال اهو احنا عاملينها قبل كده اصلا في التصنيفات، مش انا عندي هنا دالة دي صفحة التصنيفات الرئيسية، مش انا كان عندي دالة هنا اهو بتجيب دي بالظبط هنا، هات هي هي سيف نيو، طبعا السيف نيو هنا مش محتاجينها دلوقتي عشان برضو ما نلخبطش الامر اهو كده، خلاص هاخدها كابي اقفل دي، هاجي للسب كاتيجوري احطها هنا. ايه اللي حصل؟ داتا جريد فيو دوت روز دوت كلير، ماشي.
هنا ببساطة قال لك الدي تي هنا جاب ايه؟ سيلكت، ركز بالله عليك، المين كاتيجوري ده وده. النقطة هنا بقى اللي انت مش محتاج بقى الفور، ليه؟ لان انت ببساطة هتيجي هنا تقول له ايه؟ كومبو بوكس مين كاتيجوريز دوت داتا، اخدناها قبل كده، داتا سورس بيساوي الدي تي. جميل جميل. طيب هنا ركز بقى، كومبو بوكس المين كاتيجوري دوت ديسبلاي ممبر، ايه اللي هيظهر؟ لا اما تديله اسم الكولوم او الاي دي بتاع الكولوم، دي تي دوت كولومز، الكولوم ايه؟ ها صفر، اللي هو الايه؟ المين كات نيم، مش هو بيجيب اتنين فقط، المين كات نيم والمين كات اي دي. انا عايز لا اما تديله الاسم او تديله بصيغه الاي دي، تجيب الاسم اقول له دوت كولوم نيم. انت كده كده جبت الاسم، يعني بدل ما تقول له المين كات نيم مش عارف ايه، لا اديله الاي دي بتاعه، مش هو ده الاي دي صفر وده الاي دي واحد، خدناه قبل كده، تمام. ده الديسبلاي ممبر، انما الفاليو ممبر كومبو بوكس، كومبو بوكس دوت فاليو اللي هي ايه هتستخبى بقى، اللي مش هتظهر للمستخدم، بيساوي الدي تي دوت كولومز، كولومز واحد دوت كولوم نيم بس، خلاص. وبعد ما تخلص ما تقولش بقى الدي تي ديت ايه ديسبوس وناصينج، تمام خلاص بالشكل ده كده، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب ممكن انت تزود ايه ببساطه؟ هتيجي هنا في البروبرتيز تحت خالص هتلاقي هنا الاوتو كومبليت مود، ممكن تقول له سجست وابين، وهنا تقول له السورس بتاعه هيبقى الليست ايتمز، الايتمز اللي بداخله عشان لو بحث عن حاجه، خلاص تمام. طيب مش ممكن في وقت من الاوقات ان المستخدم، او بلاش الوقت، بلاش الوقت خالص، تعالى نرجع لصفحة الهوم كده، تعالى نضيف زرار تاني أصلا أهو، بوتون هو ده، نخلي ده فورم مين كاتيجوريز، وهنا فورم سب كاتيجوريز، تمام. يبقى البوتون واحد، المين كاتيجوريز، خلاص يعني كده كده الهوم هنظبطها في الآخر. اف خمسة لسه برضه ما ظبطتش، لسه اللي هي النيو اللي هو الكونستراكتور، سب نيو كونستراكتور عندي هنده على الداله اللي هي بتعمل ايه؟ لود مين كاتيجوريز بس، خلاص تمام. اف 5 اهو، اضغط على بوتون 2، لاحظ هنا قسم الاغذيه، قسم ابحث بقى اهو، مثلا قسم لاحظ الالكترونيات، لاحظ جالك ايه هنا وجات لك الحاجه، جميل. طيب يبقى بقى انا اجيب اسماء الايه، ها التصنيفات الفرعيه والرئيسي، تمام. انا الى الان ما عنديش اي اصلا اي تصنيف فرعي، تعال نضيف احنا واحد في الداتا بيس كده كتجربه اهو، مثلا وليكن مثلا ايه قسم فرعي مثلا الهواتف المحموله، تمام، ما فيهاش نوتس ولا اي حاجه. المين كاتيجوري اي دي، الاي دي بتاعه، تعال نجيب الايه هنا، قسم الالكترونيات 2، يبقى 2 مثلا، مثلا ايه التابلت، او الافضل الاجهزه اللوحيه، برضو المين كاتيجوري 2. طيب تعالى بقى لقسم مثلا ايه الاغذيه اهو، نجيب مثلا ايه اي اغذيه بقى، الاغذيه اللي هو واحد، ناخد مثلا ايه وليكن مثلا ايه مثلا جب رومي واحد، جب قديم واحد بس، خلاص جميل، بس خلاص احفظ بس، تعالى البرنامج بتاعك، او اصلا تعالى هنا اعمل كويري جديد، خلاص
انا دلوقتي خلي بالك انا هعمل بقى ريليشن اهو بقى، هعمل علاقه، هعمل علاقه بين المين كاتيجوري والسب كاتيجوري. هات المين كاتيجوري والسب كاتيجوري، تمام. الجدولين كده جم، فاضل المين كاتيجوري اخده معايا دبل كليك عليه اهو، بس خلاص. لاحظ هما هو تلقائي من العلاقه ليه؟ لان هنا المين كاتيجوري اي دي هو نفس الاسم، وده في جدوله كيورد او بيسموه برايمري كي، وهنا مش برايمري كي. خلاص عارف، اتفقنا يا اخوانا، هما نفس النوع، هو عارف التلقائي. طيب انا دلوقتي محتاج ايه بالترتيب؟ ركز، انا محتاج المسلسل بجيبه من عندي، تمام. طيب هنا اسم التصنيف الفرعي، اسم التصنيف الفرعي اهو. طيب اللي بعده التصنيف الرئيسي، ركز بقى بالله عليك، التصنيف الايه، ها الرئيسي اسمه اهو، تعالى هنا، اسف ما نجيش هنا، هنا كده التصنيف الرئيسي اسمه اهو. بس جبت الاثنين، لا في حته هنا ايه هي، في حاجات مستخبيه مش ظاهره للمستخدم اللي هو الاي دي. المفروض اصلا نعمل هنا اسمه ايه، ده يكون اسمه اهو سب كات اي دي، ونضيف كمان واحد مخفي هنا تحته نسميه مين كات اي دي، ومش فيزيبل، ما يظهرش للمستخدم بس خلاص، فاهم؟ انت مش هيفرق معنى حجمه بقى. يبقى الاي دي بتاع المين كات اي دي والمين السب كات اي دي والمين كات اي دي، اللي هو ايه، المين كاتيجوري ده الاي دي والسب كاتيجوري دي. احنا عملنا بالترتيب ايه، هو ايه هو الترتيب عندنا اهو، المسلسل اللي بنجيبه احنا، اسم التصنيف الفرعي جبته، اسم التصنيف الرئيسي جبته، السب كات اي دي هات السب كات اي دي، اللي بعده المين كات اي دي هات المين كات اي دي، بس خلاص. نفذ الكويري بتاعك، هات الجمله بتاعتك اهو، خلاص خدها كلها كوبي اعملها في كويري، بس خلاص، بس اهي الجمله، تمام. احنا هنستخدمها تحت الجمله، اعملها كومنت بس خلاص. تعال هنا في الاخر قول له ديليت، بس مش دي الجمله كلها، تمام. طيب واحده واحده نيجي هنا ببساطه، تمام. ممكن نجيب الكود من هنا بقى اهو، اللي هو بيملى الداتا جريد فيو، تمام. هي هي، او تعالى نعملها بايدينا احنا بقى. خلاص ده مش محتاجين المين كاتيجوري دلوقتي. تعالى هنا في هنا ببساطه، دي بتاخد مني داتا تيبل، صح؟ طيب عشان تملى الايه، ها عشان دي الداتا جريد فيو اللي هي دي كلها. طيب الداتا جريد فيو يبقى لازم واحد، لازم الاربعه دول ببساطه اهو. هقول له تراي وهات لي الجمله دي كده اهي، هنا كده خلاص خلصت من دي. هتعمل ايه في البلوك او في السكوب ده؟ ببساطه هقول له داتا جريد فيو دوت روز دوت كلير، صح كده؟ اللي انا اعمل ايه، ها عمليه حذف الحاجات اللي قبل كده، خلاص موافق. طيب النقطه اللي بعد كده ايه هي؟ ببساطه حذفت اللي قبل كده، انا جاي لي بيانات في الداتا تيبل، صح؟ جاي لي بيانات في الايه، ها في الداتا تيبل. هاجي هنا اقول له ببساطه اهو فور، ها اي بيساوي صفر الى الدي تي دوت روز دوت كاونت ناقص واحد، من الصفر لحد اخر اندكس، اندكس بيساوي العدد ناقص واحد، خلاص. من ده لده ايه اللي يحصل؟ داتا جريد فيو اهو، العمود صفر، الخليه اللي عليها الدور اللي هي اسمها اندكس، صح؟ اهو اندكس، جميل. اهو دوت فاليو قيمتها بيساوي اندكس زائد واحد، اللي هو العدد، العدد اللي بيساوي الاندكس اصلا زائد واحد. وكلمه اندكس صدفه اللي معانا اسمها اندكس، ممكن نسمي دي الاي، تمام. وتقف عليه كده اهو، وتيجي هنا تخليه الاي وتخليه الاي، بس عايز تغير كده ماشي، عايز تغير كده ماشي، شرحنا الكلام ده قبل كده. طيب اللي بعده داتا جريد فيو اهو واحد، العمود واحد اللي هو العمود واحد اللي هو في حالتنا يكون ايه يا اخوانا، اسم التصنيف الفرعي. اللي بعده اهو الاي في الصف الحالي دوت فاليو
اهو بيساوي ايه الدي تي اهو دوت روز الصف اللي عليه الدور اللي هو برضو في حالتنا برضو هيكون صفر، اسف مش صفر، الاي تمام دوت الكولوم لسه الكولوم من صفر دوت سترينج. ليه؟ لان الداتا جريد فيو دي اهو شرحناها قبل كده، ايه العمود الواحد اللي جاي اهو النيم صح، يبقى النيم يدخل جوه النيم خلاص. اللي بعده داتا جريد فيو واحد اهو اتنين الاندكس اتنين الاندكس اي ده ده العمود وهنا اسم الصف دوت فاليو قيمته بتساوي دي تي دوت روز ها العمود الايه الاي اسف الصف الاي العمود واحد ها دوت تو سترينج اللي بعده وهكذا اهو. هيبقى في عضل عندك اتنين مش هيظهروا للمستخدم، ده وده، ده اللي هو تلاتة وده أربعة، ده هتلاقي اتنين وده تلاتة، هتلاقي ده أقل من ده بواحد. ليه أقل من ده بواحد؟ لأن ده ببساطة ده هو كده الخلية الأولى بتبدأ بالميم بس خلاص، في مشكلة في كده؟ مفيش أي مشكلة خالص، بس انهي بقى أهو. جالك داتا تيبل، انت خزنت الداتا تيبل، بس الفكره هنا بقى ان الداتا هتندح الداله دي في حالتين، وانت بتملا الداتا جريد فيو ده كله في بدايه التحميل او في البحث، بس هما الاثنين هيدوك نفس النتيجه، لازم يدوك نفس البنيه، البنيه اللي هو في الاول من الاخر. انت جبت هنا ايه؟ اول حاجه السب كاتيجوري نيم، تاني حاجه المين كاتيجوري نيم، ثم السب كاتيجوري اي دي، ثم المين كاتيجوري اي دي، عارف البحث هو ديت، بس في الاخر هتزود كلمة هوير بس، يعني يدينا نفس البنية بس يختلف الشرط. وصلت؟ تمام خلاص. طيب الدالة دي هتندع عليها ببساطة اهو، هندع عليها اهو اقول له فيل سب كاتيجوري تمام، هعمل لها فيل بايه؟ هي عايزة داتا تيبل مني تمام، هقول له ثانية واحدة خالص، هعرف هنا ديم دي تي از نيو داتا تيبل، الدي تي بيساوي امسح دي دلوقتي، الدي تي بيساوي انت عايز تجيبها اقول له اهو، او مش داتا تيبل دلوقتي خالص اهو ببساطه، ديم داتا ادابتر از نيو داتا او ال ايه داتا ما انا عندي اصلا عندي ده اللي اصلا هنا ده اللي بترجع لي بداتا تيبل اهو، بيساوي نيو دي اي ال، فاكر مش نيو هي اصلا لازم تكون داتا تيبل الاول، داتا تيبل بيساوي نيو دي اي ال تمام كده دوت سيلكت ها داتا تيبل صح كده صح، ها ادي الجمله اهو، الداله المسؤوله عن جلب البيانات بطريقه الاتصال المغلق، هات لي الجمله دي بالظبط كده بس خلاص، بس طبعا دبل كوتيشن بقى تمام بس خلاص، بس مش هي اصلا بترجع لك بداتا تيبل خلاص بس، وفي الاخر تقول له فيل سب كاتيجوري، الكاتيجوري دي بتاخد منك داتا تيبل قول له اهو بس. واحد يقول لك قال لا طب ما هي دي بتساوي القيمه دي كلها، مش ممكن احط دي كلها هنا؟ ممكن اهو شيفت اند من اول النيو اهو كده، شو بياخد داتا تيبل ده ميزه البرمجه ان هي بتاخد داتا تيبل من اي مكان يقبل، تجيبها من هنا تيجي من هنا، تجيبها من الجن الازرق تجيبها من الجن الاخضر اذا كان في جن لون اخضر او ازرق تمام، المهم هو الداتا تيبل يجي لك من اي مكان بس خلاص. نفذ ماشي، تعال نشوف ايه الخطأ، انا متاكد هنا صح. طيب هنا بقى نعمل بريك بوينت هنا، طيب نشغل تاني ونشوف الخطأ هيظهر فين تمام. الداتا تيبل اقف عليه كده، الداتا تيبل عشان تشوف البيانات بتاعته تيجي على الايه العلامه دي كده، اضغط هنا كده اهو، لاحظ
جاب لك اهو بالفعل. لاحظ هدفع حموله في قسم الالكترونيات الاجهزه اللوحيه قسم كذا، ده قسم كذا، ده لاحظ جابهولك الداتا تيبل بتاعك جاي مظبوط اهو. ده عشان تشوف الداتا تيبل، مش انت المفروض بتقف على اي متغير كده تشوف قيمته؟ طب الداتا تيبل اصلا عباره عن بيانات كتير، تشوف ازاي اقف على المتغير بتاعه. تمام، انزل تحت كده اهو، يا دايما برضو كده ما تفتحش السهم ده، لا اضغط على السهم ده كده. طيب تيبل ده ايه؟ لو هو من نوع داتا سيت، لو من نوع داتا سيت قلب بقى بين التيبلز اللي عندك. مش قلت لك الداتا سيت هو عباره اصلا عن مكون من داتا تيبلز الفرعيه؟ تمام خلاص كمل معاه. اف 10 تمام، حذف ماشي. الداتا دي دوت روز دوت كاونت عددها كام؟ 4، يبقى الاندكس بتاعه تمام. تعال نشوف الخطأ عندي اهو. اه ماشي، تعرف الخطأ كله ده في ايه؟ ان هو عايز اقول له هنا دوت سترينج، اسف مش دوت سترينج، اسف لا الغلط عندي مش دي، الغلط عندي اللي انا نسيت اقول له داتا جريد فيو دوت روز دوت اد، اللي انت تضيف صف اصلا قبل ما تديله. ما هو المفروض مع كل صف من الداتا تيبل تضيف مقابله واحد في الداتا جريد فيو، صح؟ اتفقنا كده، ما ظهرلكش خطأ. بس الاجهزه المحموله، الهاتف المحموله تبع قسم الالكترونيات، الاجهزه اللوحيه تبع كذا، جبن روم تبع كذا، خلاص جميل. خلصنا من الكلام ده الحمد لله. خلاص في نقطه كمان، ايه هي؟ ان اول ما اقف عليه يجيب لي بياناته هنا. خلاص انا خلصت من دي، عايز اقف عليه يجيب له بياناته هنا. جميل جميل، واحده واحده اهو نفس الفكره. هاجي هنا في الحدث لو انت فاكر، لا اما سيل كليك او سيلكشن تشينجد او الاثنين، سيل كليك وليس سيل كونتنت كليك. سيل كونتنت كليك يعني الكلام، الكلام فقط اللي في الداتا جريد فيو او في الخليه اللي في الداتا جريد فيو، لكن هنا الخليه كلها. تمام طيب عايز تستخدم الثانيه ماشي مش مشكله. تعال هنا ببساطه قول له تراي، طبعا كل دول المفروض يكونوا ديسيبلد ودول معاهم برضه ديسيبلد اهو. تعال الحدث انيبلد وخليه فولس، انيبلد فوق هنا اه فولس بس. تعال هنا ببساطه اهو قول له هنا مسج اهو. خلاص نيجي هنا ببساطه هقول له ايه؟ مسج، او مش هقول له مسج، عايز املى بقى ايه؟ عايز اجيب البيانات. تعال نجيب البيانات، اصلا هجيب البيانات هي هي. ايه البيانات اللي انا هجيبها بقى؟ اول حاجه اسمه ماشي، والتصنيف الفرعي والملاحظات، الثلاثه بس اللي انا محتاجهم. على فكره انا ممكن اجيبهم من هنا بالظبط، ممكن اجيبهم من هنا بالظبط من غير اي حاجه خالص، فقط اللي اروح اجيبه الملاحظات، اللي انا اروح اجيبه الملاحظات بس، صح؟ طيب تعالى نعملها هنا مش مشكله اهو، امسح ده، ارجع تاني الكويري او الديزاين بتاعك، طبعا مش هيلاقي حاجه، ممكن يطلع لك خطأ، ماشي هيطلع لك خطأ، نعمل تراجع مش مشكله، نقفله وما نحفظش. تمام نعمل كويري جديد اهو، المين كاتيجوري والصب كاتيجوري فين اهو. خلاص طيب انا عايز الصب نيم جبته، المين كاتيجوري نيم جبته. واحد يقول لك الله، طب ما انت هنا انت ربطت هنا التصنيف الرئيسي بالاي دي بتاعه، انت ممكن تجيب لا اما الاي دي وتختار لا اما ده. انا بفضل هنا هجيب النوت فقط، الملاحظه بس. هقول لك انا دلوقتي ليه، انا مش محتاج ده اهو، مش محتاجه اهو، او انا اختار أو النوت اصلا، الملاحظات بس اللي انا محتاجه كده بس. لا لسه هقول له هوير اهو في الاخر، شوف هو عمل جمله الجوين لوحده اهو، هوير لما السب كاتيجوري اي دي، سب كات اي دي بيساوي القيمه بقى اللي انا هحطها له. اخد ده كله، اتاكد بس ان السب كاتيجوري اي دي مكتوبه صح، انا كاتبها صح تمام. خلاص اخد الكلام ده هنا واعمل هنا برضو ايه، ها اهو هعمل هنا كويري تمام، هيجيب لي ايه؟ ها داتا تيبل، داتا تيبل مكون من
عمود واحد اللي هو ايه، لان انا اعمل هنا اصلا جايب حاجه واحده بس، ايه هي؟ اللي النوتس بس، لان البيانات عندي اصلا هروح اجيبها تاني ليه وهي موجوده عندي اهو. ديم داتا تيبل تمام، از داتا تيبل يساوي نيو دال دوت تمام، سيلكت داتا تيبل ماشي، هياخد مني الجمله اهو بس خلاص. واجي هنا مسافه وديليت، وفي الاخر مسافه وديليت بس خلاص. هوير هوير بتساوي ايه دي؟ ما تنساهاش. ممكن تيجي هنا ببساطه تقول له اند، عايز تستخدم سترنج فورمات عشان توضح علينا، ماشي نستخدم سترنج فورمات. هاجي هنا اقول له سترنج دوت فورمات، افتح قوس، ما ننساش اللي احنا ما قفلناش القوس بتاع السترنج فورمات، اقفله اهو خلاص. هاجي هنا ببساطه هقول له الصفر، هاجي هنا بره اقول له الصفر اللي هو بيساوي داتا جريد فيو اهو، الاندكس كام اللي فيه الاي دي اهو، هنا الاندكس كام اللي فيه الاي دي بتاع السب كاتيجوري دي، صفر واحد اتنين تلاته، تلاته اهو تلاته. العمود اللي هو مختار عليه داتا جريد فيو اهو دوت سيلكتد، ها روز الاندكس صفر دوت اندكس، هنا بره كده القوس ده دوت فاليو دوت تو سترينج بس خلاص، وده مش محتاجه هنا كده خلاص. بس جاب لك الداتا تيبل. انت مش الداتا تيبل اصلا ده مكون من عمود واحد؟ اه طيب، واكيد مكون من صف واحد. ازاي هو لازم كل عمود واحد مكون من صف واحد؟ لا مش قصدي هنا، انا قصدي هنا اللي ما عندكش اصلا اندكس واحد بس، هي كده كده ترجع لك بخانه واحده بس، لان تلقائي الاندكس ما بيتكررش خالص هنا في السب كاتيجوري، الاندكس ده مش بيتكرر خالص، مش احنا قايلين ان السب كاتيجوري ده مش بيتكرر خلاص. النقطه الثانيه اللي انت جايب عمود واحد يبقى ده ما بيتكررش، وانت جايب عمود واحد يبقى هي خاليه واحده. طب لو انت جايب كنت جايب عمودين هيبقى خليتين بس، اللي هم دول كده دي ودي الاثنين مع بعض دول خلاص، الاثنين دول، لان كده كده تلقائي السب كاتيجوري ما بيتغيرش. طيب واحد يقول لك الله، طب ما هو يا اخي مش كل ده في الاخر بيرجع بداتا تيبل؟ اه يعني ممكن دلوقتي اجيب النوتس واقول له تكست النوتس دوت تكست بيساوي الدي تي دوت روز دوت صفر اه، والخليه والعمود صفر دوت تو سترنج اه، تجي لك مره واحده. واحد يقول لك الله، طب ما هو الداتا تيبل بيساوي كل ده، ممكن اشيل كل ده كده باقواسه بكله بكله واحطها هنا، هيقبل منك. ايه الخط الازرق ده؟ عشان انت بس لازم تمسح ده بس. موال ليه؟ انت بتختصر على طول طخ ده في ده في ده في ده، المهم في الاخر يجيب لك التكست نوتس. انت اتعاملت مع كل ده اهو اهو، كل ده كانه في الغير، وفي كله بيرجع بداتا تيبل تمام؟ اهو جيت في الاخر قلت له ما هو داتا تيبل اللي بتعامل معاه بقى دوت روز دوت كذا عادي ويقبل معايا. بس في نقطة الأول أقول له هنا اف داتا جريد فيو دوت روز دوت كاونت تمام؟ لو العدد بتاعهم بيساوي صفر اور ايلس، أو الداتا جريد فيو أهو دوت سيلكتد روز دوت كاونت برضه بيساوي صفر، زين اعمل ايه؟ ريتيرن، اخرج اخرج خلاص، او اند صب الاثنين، هما الاثنين مش واحد طبعا، الاثنين ايه؟ ها مش واحد اند تمام، او مش هنا اكزيت صب، هي اكزيت صب وليس اند صب، اند صب هنا، الاثنين مش واحد، في فرق بين اكزيت صب وريتيرن. ريتيرن هترجع قيمه تمام، انا بفضل الريتيرن خلاص. يقول لك ازاي هي الصب بترجع الريتيرن؟ هي ما رجعتش حاجه، ما انت ما كتبتش حاجه، لما تقول له ريتيرن 2 ماشي يبقى في مشكله، لكن ريتيرن ما فيش خلاص خرج. اتفقنا؟ طيب تعالى ننفذ، خلي بالك هيحصل في خطا هقول لك عليه دلوقتي. نفذ، اضغط هنا اهو، اضغط على في المحموله
انا لسه ما نفذتش. ازاي؟ ما هو السيل كليك داتا جريد فيو دوت روز صفر، هنا سيلكتد كاونت بيساوي صفر. تمام، تعالى نشوف الخطأ. المفروض انا لما اضغط هنا كده ده الكاونت بيساوي 4 عدد، وهنا اللي مختار 1. تلقائي يروح ينفذ الكونكشن. جميل. ما هو صح، هو صح، احنا صح، لكن مفيش اي بيانات، مفيش اي نوتس محطوطه. تعال نحط نوتس هنا مثلا، مش هنا بقى في السب كاتيجوري، الهاتف المحموله. نسميه مثلا موبايلز، تابلتس، جبن روبي، مش عارف اسمها بالانجليزي ايه. وهنا مش مشكله، خلاص نفذ البرنامج. اضغط الهاتف المحموله، خلاص بقى شيل دي وانفذ، اقول له كونتينيو ديباج. طبعا انا ايه لاغي اللي هو الايه الديباج لوكيشن، لا هو ليس الديباج لوكيشن، اللي هي الستاندرد ده كده. كونتينيو، لاحظ قال لك موبايلز، الاجهزه اللوحيه، اقول لك تابلتس، جبن رومي ما فيش اصلا فيه. تمام. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، خلي بالك المفروض في بداية الصفحة أو في بداية اللودينج، تمام، هتيجي هنا في الفورم تقول له فورم أهو، تيجي هنا تقول له إيه اللود، هنا مش موجود. طيب أنت عايز تجيبه طبعا ببساطة، دبل كليك هنا، خلاص دبل كليك في مكان فاضي مفيش حاجة يعمل لك اللود. هتيجي هنا ببساطة تقول له داتا جريد فيو أو سيل كليك، نفذ لي ده وأنت رايح خد لي معاك ناثينج ناثينج. طبعا ليه؟ أنا بقول له هنا ناثينج ناثينج ليه؟ لأن الحدث ده انت بتندع الحدث ده، صح؟ الحدث ده مستني منك اهم حاجه السندر اللي ضغط، وهنا حاجه اسمها الايفنت ارجيومنتس اتكلمنا عنهم قبل كده. تمام. طيب هنا اقول له لا وانت رايح ما تاخدش حاجه معاك، بس ما ينفعش اسيبه فاضي، اقول له نال ونال، خلاص ده اتنفذ اهو. لاحظ في البدايه هيبقى يعني عامل لودنج تلقائي اهو موبايلز. طيب طبعا لسه في نقطه، اللي انا اجيب الاسم ده هنا وقسم الالكترونات، لا اما اجيب الاي دي واختار بالاي دي، او اجيب الاسم واحط الاسم. تمام. انا بفضل طبعا بالاي دي، لان ممكن في شخص من واحد من شخص من الاشخاص في فتره ما يخطا ويبقى عنده قسم الاغذيه وقسم الاغذيه مثلا، هو اخطا وكتبه مرتين، اخطا وكتبه ايه يا اخوانا مرتين. تمام. فبالتالي ما ينفعش ايه اختار بالاسم. هاجي هنا ببساطه اهو، اول ما يضغط هنا انا جبت النوتس. تمام. التكست، تكست النيم دوت تكست بيساوي داتا جريد فيو العمود 1 اكيد، لان خلاص هو شكله معروف بالنسبه لنا اهو، 1 0 1، انا عايز اجيب الاسم ده. تمام. داتا جريد فيو 1 ببساطه اهو، وهنا اقول له داتا جريد، اسف هنا صح، داتا جريد فيو دوت سيلكت دروز. انا عايز اجيب من الاخر اللي هو ايه صفر دوت اندكس، افتح القوس ده كده بيجيب لك الاندكس بتاع اللي هو الداتا جريد فيو اللي مختاره اول واحد، اللي هو في حالتنا الوحيد، لان انا مش عامل المالتي ايه المالتي سيلكشن، عامله فولس. تمام. كل ده اقول له دوت فاليو عشان اجيب له قيمته واحوله لسترنج، بس خلاص اتحول لسترنج كده، جبت الاسم. طيب انا عايز اجيب، لو سمحت محتاج اجيب التصنيف الرئيسي. طيب التصنيف الرئيسي ممكن تجيب الاسم من هنا، انا بشاور بايدي على الشاشه بس ده ما ينفعش، المفروض اجيب الاسم من التصنيف الرئيسي هنا احطه هنا. طيب مش هينفع ليه؟ لان هنا وليكن هديك انا مثال، انا عندي تصنيف رئيسي هنا قسم الاغذيه الاي دي بتاعه 5، وعندي واحد تاني تحت خالص اسمه قسم الاغذيه الاي دي بتاعه 13. طيب هو بفرض انا اخترت قسم الاغذيه للاي دي بتاعه 13، تمام، بس انا قايل له هات لي الاسم هنا حطه هنا، صح كده؟ طب ما تيجي نعمل اصلا، تعالى نعمل عند قسم تاني هنا، الشخص نسى خالص وعمل حاجه اسمها قسم الاغذيه. بقى عندك واحد اسمه كل اسم الاغذيه الاي دي بتاعه كام يا احمد؟ 1، وقسم الاغذيه هو الاي دي بتاعه كام يا احمد؟ 5. تمام، مفيش مشكله. انت هنا جيت قلت له مثلا جبن،
قريش الاي دي بتاعه 5. هما الاثنين في قسم الاغذيه مفيش مشكله خالص، مفيش اي مشكله خالص، تمام. نفذ برنامجك في 5، هوريك الخطا، اضغط. هنا بقى التفكير المنطقي والمبرمج الكويس من المبرمج اللي لسه بيبتدي. هما الاثنين قسم اغذيه، تمام. المفروض او اول ما اضغط هنا لاحظ جاب لك الاجهزه الالكترونيه. طبعا المفروض انا ما عملتش لسه دي، انا هعمل دلوقتي التكست، هجيب التكست صح. طيب بس خلي بالك انا مش عايز اعمل دي ايه انيبلد، خليها معلش دلوقتي ما خليهاش انيبلد، اسف خليها انيبلد، تمام. طيب هاجي هنا ببساطه هقول له تكست او اس كومبو بوكس مين كاتيجوري. واحد يقول لك ازاي هتحط التكست بتاعه؟ خلي بالك بقى الكومبو بوكس لو انت غيرت النص بتاعه قدامك حل، قدامك طريقين، لا اما يكون الاندكس دي موجوده، لا اما يكون العنصر التكست اللي انت اخترته موجود بالفعل يختاره. طب لو جود مرتين يختار اول واحد. طب لو هو اصلا التكست مش موجود هيحط فوق كده، مش بس مش هيضيفه لل مش هيضيفه كايتم، يحط فوق. واضحه؟ تعال نوضحها اكتر. بص يا سيدي الكومبو بوكس ده مش مكون من ايتمز. انا عندي وليكن مثلا ايتمز مثلا اسمه ايه، موروكو، وعندي ايتم اسمه ايجيبت، تمام. ده هما الاثنين في كومبو بوكس، تمام. وعندي ايتم اسمه مثلا ايه، سيري، وعندي ايتم تاني اسمه ايجيبت. لو انا كتبت فوق هنا، فوق اعتبر اللي ده كومبو بوكس، لو انا كتبت فوق هنا كلمه في الكومبو بوكس خليت التكست بتاعه ايجيبت، هيعمل ايه؟ قدامه حل من اتنين، هل ايجيبت دي موجوده قبل كده؟ يختار لك اول واحده اسمها ايجيبت، يختار دي. طيب لو انت كتبت هنا مثلا ايه، ولا اسمها قطر، لو انت كتبت هنا قطر، قطر موجوده، لا تفضل تكست فوق ولكن مش هيختار حاجه من تحت. وصلت؟ خلاص انتهينا من دي. تعالى هنا ببساطة هقول له دوت تكست، ها بيساوي، ما انا اجيبها من هنا هي، ولكن اغير رقم العمود، بدل عمود واحد اخلي العمود اتنين بس. خلاص نفذ، نفذ. المفروض ده الجبن القريش، خلي بالك قسم الاغذية. طب وده قسم الاغذية وده قسم الاغذية، قسم الاغذية ده قسم الاغذية اللي في الجبن الرومي اللي هو الاندكس بتاعه كام؟ 1. طيب قسم الاغذية الجبن الرومي الاندكس بتاعه كام؟ 1. جبن الاجهزة اللوحية، ها قسم الالكترونيات، لاحظ قسم الالكترونيات. طب لو هنا، ها اختار لك قسم الاجهزة الايه، قسم الاغذية الايه، ها اللي فوق. واحد يقول لك الله يا ابني اللي فوق ازاي؟ هقول لك لان هو بيلاقي ده قسم الاغذية فوق، وفي حاجة تحت اسمها قسم الاغذية تحت، تمام. هي ما انضفتش او احنا ما حفظناش هنا، المفروض حفظنا كده، حفظ وحفظ، تمام. طيب الاحظ هو جابها هنا بس ما جابهاش ايه، ما جابهاش في قسم الاغذية هنا كده. تعال نقفل ونشغل تاني. هنا مطابخ اتنين، ايه المطابخ اتنين دي؟ احنا كنا عدلنا، ما في المطابخ اتنين، هو ما جابش هنا قسم الاغذية ليه بقى؟ لان هنا قال اس شو بيساوي 1، تمام. المفروض على فكره نسينا برضو نعمل هنا اس شو بيساوي 1، دي مهمه برضو. خلاص هنعملها دلوقتي، هنعدلها دلوقتي. جميل ماشي، تعال ننفذ، نقفل دي ونفتحها تاني، نضغط عليها. لاحظ هيكون هنا عندك قسمين اغذيه، اضغط على هنا قسم الالكترونيات، اضغط على الجبنه الرومي جاب لك اول واحد اللي هو بتاعه بالفعل، لكن الجبن القريش ها جاب لك اللي فوق، مع ان بتاعه مش اللي فوق، ده بتاعه اللي تحت ده اهو. الفيصل بين ده وده ايه؟ الاي دي. ليه؟ الاي دي مش بيتكرر، انما الاسم ممكن يتكرر. تاني الاي دي مش بيتكرر، الاندكس ما يتكررش، الاي دي ما يتكررش، انما النص بيتكرر. هنا بقى الغلط، تعال نصلح. ايه هي؟ هاجي هنا ببساطه دي، لا خلاص تمام. واحد يقول لك طب ما نعمل كده في اللي فوق، يا اخي اللي فوق ده تكست مش هتفرق معانا، لكن ده كومبو بوكس لازم اختار الاي دي الصح. هاجي هنا ببساطه اهو، ركز باللي عليك، كومبو بوكس
كومبو بوكس. كومبو بوكس اهو دوت سيلكتد فاليو، القيمة اللي مختارة بيساوي، انا عايز اجيب الفاليو بتاع ايه، ها المين كاتيجوري اهو 0 1 2 3 4 بس خلاص، بيساوي خلي بالك السيلكتد فاليو ده بياخد منك ايه، ها اوبجكت. تمام، ناخد نفس الفكرة دي كده بالظبط، بس الاندكس كام بتاع العمود رقم 4 بس خلاص، بس نفذ نفذ اهو. اضغط على ده قسم الالكترونيات، ده الالكترونيات، ده قسم الاغذية ان هو اللي فوق، ده قسم الاغذية ان هو اللي فوق، ده قسم الاغذية ان هو ها اللي فوق. هنا في نقطة بقى، ان ده اصلا غلطة، ايه ده المفروض احنا نعدله، المفروض هو يختار اللي تحت. تعال نشوف بقى ايه الخطأ اللي عندنا، المفروض هنا selected value، تمام داتا جريد فيو 4 صح كده. تعالى نعمل هنا ايه كده بالشكل ده. طب حول الاول الانتجر كده، سي انت كونفرت انتجر يعني، نفذ او نفذ من قبل البريك. اه مش مشكله البريك بوينت، مش مشكله كده كده يعرفنا البريك بوينت او المضغط هنا. طبعا هو يتنفذ، اقول له كونتينيو، اضغط انا على الجبنه القرش اللي تحت. تمام سيلكتد فاليو، هو لسه ما خدش القيمه. تمام طيب هنا الاندكس ده كام؟ 4. الاندكس هنا جبن القريش المفروض بتاع الايه قسم الاغذيه المفروض يجيب لك 5. تمام يبقى في غلطه مثلا، توت فاليو 5 اسف، الاندكس 4 لكن قيمته دي المهمه، قيمته 5 صح كده. تمام اف 11 المفروض كده يكون هو اختار الاغذيه اللي تحت، لا هو في غلطه. تعال نشوف ايه الغلطه تاني، مشينا كده احنا، مشينا كده خالص، احنا نوقف البرنامج، هنجي هنا ببساطه نشوف ايه الغلطه. هو المفروض هنا سيلكتد فاليو ياخد مني الايه الفاليو. طب انا اقول له مثلا سيلكتد فاليو مثلا الخمسه بغض النظر عن القيمه اللي جايه، هعمل ده كومنت واقول له هنا ايه 5 كده واشيل البريك بوينت اصلا. يبقى في كلا الحالات هيختار السيلكتد فاليو الخمسه اللي هو الاندكس بتاعه كام؟ 5. تمام لاحظ هو المفروض مختار قسم الاغذيه اللي تحت، ولكن هم عشان هم متشابهين بالاسم اختار اللي فوق مثلا، بس المفروض مش كده خالص. طيب تعالى هنا كده مثلا هنقول له مثلا في الحدث هنا مثلا اهو، ده هنا في حدث اسمه سيلكشن اندكس اتشيجن مثلا، هنا كده هنجي نقول له ببساطه مسج بوكس دوت شو اظهر لي كومبو بوكس دوت سيلكتد فاليو دوت سترينج، هحولها لك سترينج عشان اظهر لك في النص اف 5 كده. وفي كده الحالات هو كده كده بيظهر الايه، ماشي مش مشكلة ماشي، ظهر لاحظ ظهر لك الخمسة اهو، اول ما اختار هنا اهو لو انا خليت ده المشروبات هيجيب لك 4، لان ده في مش عشان رقم 4 لا، ما هو قسم الاغذية هنا. تمام طيب قسم الاغذية المفروض لما اختاره اللي تحت يجيب لك 5 اهو، 5 بس مختار اللي فوق ليه؟ لان هما الاتنين مشتركين فين؟ في الاسم، بس هو اختار الايه ها اللي تحت. تمام هي دي مظبوطه، بس فقط عشان لما زي ما قلت لك لما انت بتختار الاسم ده كده اهو بيجيب لك ايه ها اللي تحت. جميل طب بس كده كده هتبقى مظبوطه بالنسبه لنا. طيب ما احنا كده اتاكدنا ان هي شغاله بشكل ما، نحذف ده تمام ونيجي هنا نرجع الكلام بتاعنا زي ما هو خلاص. جميل ده كده مظبوطه. طيب واحد يقول لك طب هي مختاره اللي فوق قدام المستخدم هيتلخبط، ماشي ما انت بقى تعمل، ممكن تعمل ايه؟ وهو بيدخل تصنيف رئيسي تبحث تشوف هل التصنيف ده موجود قبل كده ولا لا،
وتجبره اللي هو ما يبقاش ايه تصنيف موجود قبل كده. خلاص طيب نكمل. ده كده انت جبت ده خلاص، التصنيف الرئيسي انت عملت ايه؟ ها انت كده جبته، جبت دول كده. يبقى بقى اللي انت تعمل ايه؟ في نقطة هنا جديد، تعديل وحذف، تمام. طبعا ده يبقى disabled، تمام. وارجع اجيب الايه البيانات بتاعتي بالشكل ده كده، اعدلها بفرض مثلا الجبن القريش عايز انقله من قسم الاغذيه اللي هو المفروض هو تحت، عايز انقله في الايه ها في اللي فوق. ده ايه اللي هيحصل؟ ده اللي ان شاء الله هناخده الدرس القادم مع البحث. قبل ما ننهي الدرس ده ما ننساش في نقطه هنا نسينا نعملها، ايه هي؟ جمله السيلكت دي اهو، اقول له هوير از شو بيساوي واحد، صح كده؟ دي مهمه بالنسبه لنا. ليه؟ عشان لو انا عملت شيء هنا وخليته الاس شو بيساوي صفر ما يجيبوش زي ما اخدنا قبل كده. نفذ اهو، ماشي. في غلطه في الكويري عندي، ايه هي؟ نقول له هوير وهوير اند، المفروض هنا ايه اند. ده بالنسبه لايه؟ السب كاتيجوري نيم اهو، ده في السلك ليك، اسف ماشي. لا هنا اسف مش هتفرق معانا اصلا الاس شو. ليه؟ لان هو كده كده ظهر، بدل ظهر اصلا يبقى هو كان في الاس شو. الكلام هنا، الكلام ايه هنا اهو، هوير الاز شو بيساوي واحد هنا كده، لكن اللي تحت ما هي كده كده ظهرت، عمره ما كان يظهر الا ما الاس شو بيساوي واحد، تمام. في خطأ، تعال نشوف ايه الخطأ. could refer more table is show. هنا بقى في واحد، ايه هي؟ بيقول لك هنا انت في عندك is show موجوده في اكتر من جدول، ما تيجي تحدد لي افضل. اقول له ماشي على عيني من فوق اهو، اهو التيبل سب كات اهو دوت. ليه؟ لان الجدول المين كاتيجوري، التيبل مين كاتيجوري بيحتوي على حاجه اسمها is show، والسب كاتيجوري بيحتوي على حاجه اسمها از شو. الاثنين بيحتوي على الاثنين بنفس السبيلنج بنفس كل حاجه، تمام. طيب وانت عامل الاثنين علاقه بين الجدولين، فانت كتبت لي الاز شو بتاع ده ولا بتاع ده، تمام. دي نقطه مهمه برضه، بديك مثال شخص اسمه علي متزوج من واحده مثلا اسمها سهيله، خلاص. طيب او هما الاثنين تتزوجوا بس كل شخص كان متزوج منهم قبل كده مره، وسهيل عندها ابن اسمه مثلا عمرو، وعلي عنده ابن اسمه عمرو، فالاثنين بقى هما الاثنين لما تزوجوا مع بعض، تمام، بقى عندهم ولدين اسمه عمرو وعمرو، ده من الزوجه الاولى بتاعته وده من الزوج الاول بتاعها، تمام، جميل. لما حد يقول له يا عمرو، تمام، ما ينفعش يجوا الاثنين، احنا انت عايزه عمرو واحد فقط، فلازم تحدد لي عمرو مين، هي دي نفس الفكرة، خلاص؟ طيب لاحظ كده بفضل الله يظهر عندك كل شيء ايه؟ مظبوط. اتفقنا يا اخوانا؟ ان شاء الله نكمل بقى الدرس القادم في عملية البحث والكلام ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.